سيماهم في وجوههم. يعني هو الأصل أن الإنسان عندما يسجد في الصلاة من فرائض الصلاة أن يضع جبهته على الأرض يمكنها من الأرض، ومعنى يمكنها معنى يبسطها على الأرض بحيث تمس الأرض، الجبهة كلها تمس الأرض. لكن ليس معنى هذا أن يضغطها ويدعكها حتى تؤثر في جبهته وتعمل علامة. وبعض الناس هذا يسمي هذه العلامة، يسميها علامة صلاح. هذا زور وبهتان وباطل. ليست يعني هذه العلامة من معنى هذه الآية في شيء. معنى هذه الآية سيماهم في وجوه من أثر السجود، يعني أثر العبادة والانقطاع لله والصلاة والسهر والتقلل من الدنيا والصبر على الشدائد، ويعني الخوف من الله والوجل تنحل جسومهم بسبب الخوف من الله والانقطاع إليه وسهر الليل والتقلل من الدنيا. فتبقى هذه الحالة يعني علامة ظاهرة وسيمة في وجوههم، يعرفهم وجوههم صفرة، وجوههم يعني تضخ من الدم لأكل اللحم وأكل الفواكه وأكل يعني الحلويات والبكلاوة والتربع في الحياة والتنعم بها. يعني لا أقول هذا حرام، لكن أقول لك إذا أردت أن تعرف معنى سيماهم في وجوههم، معناه هو الانقطاع لله سبحانه وتعالى والتقلل من الدنيا، وتبتغي ما عند الله، تبتغي الجنات والنعيم المقيم ورضوان الله، والدنيا يعني تأخذ منها ما يوصلك إلى الآخرة. هذا معنى سيماهم في وجوههم. وقد فسر هذه الآية بعض الناس تفسيرا خاطئا بمثل ما يتبادر إلى أذهان الناس، وهو أن يعمل علامة في جبهته، وهذا قديم يعني من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء رجل إلى يعني سعد بن أبي وقاص وبه يعني علامة في جبهته، وقال له هذا هو معنى قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فسأله قال منذ متى أسلمت؟ فذكر عهدا كأنه يعني قليلا يعني بالنسبة لسعد، لأن سعد من السابقين. فقال وأسلمت منذ كذا وكذا، وليس في جبهتي ولا في جبهة غير شيء من هذا. وكذلك ورد مثل هذا عن عبد الله بن عمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه يعني كان أحد عماله به هذه العلامة، علامة السجدة، وشكاه يعني ظلم بعض يعني نصبه في عمل من الأعمال في بعض البلاد، فظلم أحد الرعية، ظلمه واستحلفه بالطلاق. قال لا ما تشكيش فيا، نحلفك بالطلاق أنك ما تشكي. لما بلغ عمر بن عبد العزيز هذا الأمر استدعى هذا الوالي اللي في جبهته هذه النقرة وهذه السجدة. لما جلس بين يديه أخذ الخيزران يعني العصا اللي في يده وصار ينكث بها هكذا، يضرب هذه النقرة في جبهته ويقول له هذه غرتني منك، هذه غرتني منك، ولولا أني أخاف أن تكون سنة لغورتها، ولولا أخاف أن تكون هذه أو هذا العمل مني يكون سنة لغورتها. يعني أخذت السكين وقطعت هذا اللي هو موجود في جبينك، وأنت الآن خدعتنا به. فهذه المسألة يعني لا علاقة لها بتفسير الآية، وإنما على تفسير الآية هو الاستقامة. سيماهم في وجوههم، شنو هي السيمة؟ هي الاستقامة، طاعة الله والعبادة والإخلاص لله سبحانه وتعالى وترك الحرام. مش واحد يعني يعمل لك تحايل على المال العام ويسرق مليون ولا 10 مليون ولا يدير اعتماد مزور، وبعد تالي يمرس جبهته على اللوطاوي ويطلع لي علامة بنية في جبهته ويقولوا هذا كذا، ولا هو يعني
يدمن العمرة ويدمن كذا وهو يسرق مال المسلمين. هذا ليس من تفسير هذه الآية في شيء، وإنما هؤلاء عصاه ظلم الولاية والتقوى والعبادة وكل هذه الأمور كلها تتلخص في الاستقامة. من استقام مع الله، والاستقامة هي يعني الوقوف عند أمر الله تعالى ونهيه فيما هو من العلم وما هو من العمل، من وصل إلى ذلك فهذا هو الذي نرى علامة العبادة في وجهه أو في غيره. أما ما عدا ذلك من التصنع أو الإقبال على المعاصي أو الظلم أو التمشيط أو السجن أو الظلم أو أكل مال بالباطل، فهذا وإن عمل 100 سجدة و100 تقرح في بدنه فهذا لا يزيده إلا شقاء وظلماً.